كده الصورة واضحة للجميع. احنا بس النهاردة عايزين نوضح ايه الهدف من القناة. القناة ديت معمولة خصيصا لسنة اولى وتانية وتالتة، تمام، صناعي، تعليم صناعي في اللغة الانجليزية. الغرض مساعدة الطلاب فيها. بعد كده لقيت سنة أولى أو تانية أو تالتة مش كويسين في اللغة الإنجليزية، فقلنا نعمل كمان جروب بالمين للناس اللي عايزة تتأسس. فعملنا جروب أيضا لعملية التأسيس، وقلنا يبقى القناة الغرض بتاعها بتأسس لغة إنجليزية من بداية الجرامر، وبتدي تشرح الموضوع كله بتاع أولى وتانية وتالتة في اللغة الإنجليزية بقدر المستطاع. ابتداء من السبت اللي جاي، ابتداء من السبت اللي جاي ان شاء الله غالبا هيبقى في شرح لسنة اولى، ويوم الحد هيبقى في سنة تانية، ويوم الاثنين هيبقى في الدبلوم. يوم الجمعة ان شاء الله حاسب لكم على المجموعات مواعيد الدروس بتاعت الناس، يعني تخش على اولى وتانية وتالتة تعرف مواعيد تالتة امتى، تمام، مواعيد تانية واولى والتأسيس. انت عايز تخش بقى في اولى والتأسيس ماشي، عايز تخش في سنة اولى وخلاص هتخش في اولى وخلاص، تمام. الناس كلها في حاجة على ايدك الشمال كده في الميكروفون بتاعك، ممكن تقفله او انا ممكن اقفل من عندي كل الناس، تمام، ممكن نقفل كل الناس. فان شاء الله هيبقى في مواعيد للدروس. انا بسأل منكم حاجات بسيطة بس، انكم انتوا تدعوا لنا وتشتركوا في القناة وتدوسوا لايك على الفيديوهات بتاعتها طبعا اذا عجبتكم يعني، وتعلق على الفيديو، تمام، وفي نفس الوقت لو انت عايز تعمل مشاركة لأصدقائك هتعمل مشاركة عشان الناس تستفيد. طيب هو احنا محدش يفتح المايك لو سمحت. هنبتدي النهاردة حاجة اسمها verb to have، معاك طبعا الورقة او الكراسة وقلمك عشان تكتب الحاجات البسيطة. اخدنا حاجة امبارح اسمها verb to be، النهاردة هناخد حاجة اسمها verb to have. verb to be كان فعل أن يكون، أنا أكون طالب، I am a student. النهاردة فعل أنا أملك، أنا عندي، أنا لدي. كلمة have دي معناها إيه؟ إن ده عنده. I have a car، يعني أنا عندي سيارة، خلاص. وده دايما الرقم اللي هو للتواصل الخاص في الواتس. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. الفورم بتاع verb to have، يعني الفورم يعني الشكل بتاعه، الفورم يعني الشكل بتاعه، الفورم بتاع verb to have زي ما قلنا امبارح في حاجة اسمها subject اللي هي الاي يعني انا، والوي يعني نحن، ويو يعني انت او انت او انتم او انتن، تمام، وزي يعني هم، هي يعني هو، وشي يعني هي، وإيت لغير العرب.
كلمة I have بتعني أنا أملك، أنا لدي، أنا عندي. I have a pen يعني أنا معايا قلم جاف أو حبر. تمام؟ طيب we have، نحن نملك. We have a house. We have a house يعني إحنا عندنا بيت. We have a car يعني إحنا عندنا سيارة. تمام؟ You have a bicycle مثلا، أنت تملك، أنت عندك من البلد كده. You have a car. You have a house. No? You have عندك. You have a dog. عندك كلب. تمام؟ They have a cat. هم عندهم، لديهم، يملكون قطة. كل دول اللي احنا قلناهم I have، انا املك. اعتقد انت بتكتب عشان هسأل. We have، نحن نملك. You have، انت تملك. You have، انتم تملكون او عندكم. They have، هم عندهم. الا ضمير الغائب، هو وهي وغير العاقل، بقول عليها has. He has a car. He has a car. She has a car. She has a house. She have a pen. Huh? She has a glass of tea. عندها كوباية من الشاي. تملك، لديها. Huh? It has a pen. It has a pen. لو أنا اتكلمت مثلا، huh؟ على اي حيوان، على مونكي مثلا، زي ما بيجيبوهم في الافلام، ها، بيلبسوهم بدل وايه، ويحط لهم قلم كده في جيب الجاكيت، هنقول له it has a pen مثلا، ها، it has a green eyes. وانا بتكلم على قطة مثلا او كلب، بقول له ده والله ده عنده عيون خضر. تمام؟ هعيد تاني بسرعة. I have، we have، you have، you have، they have، he has، she has، it has. زي ما شرحنا امبارح كلمة affirmative يعني قلنا عليها ايه؟ من فاكر؟ إثبات. 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 تمام؟ إثبات. فقفل المايك. فهبتدي أقول إيه مثلا؟ I have a book. I have a book. يعني أنا أمتلك كتاب. أنا أمتلك كتاب. تمام؟ I have the charts. ذا تشارتس، الخرايط. انا عندي الخرايط. ممكن حاضر يا منى. هو الناس دلوقتي اللي بيكتب على المستر، انا افتح المايك للكل، احنا عاوزين نتكلم، ما فيش صورة عندي، انا سامع بس. حلقة امبارح كانت احلى. طب انا مش في موضوع حلقة امبارح، علشان انا قافل الناس كلها، عشان انا فاتح الناس كلها. وهتشارك انت دلوقتي؟ حاضر حاضر، دلوقتي الان مشاركة. حاضر، خلص الصفحة دي. خلاص؟
يبقى هنا الافيرماتيف بنقول I have a book, I have the charts, انا املك الخرائط, we have a car, لدينا سيارة, عندنا سيارة, we have three children, احنا عندنا ثلاثة من الاولاد, you have a pen, تملك قلم جاف, you have a book, عندك لديك كتاب, they have a big house, عندهم بيت كبير, they have bags, عندهم شنط, he has a dog, she has a cat, it has legs, legs يعني أقدام, the car has four wheels, يعني العربية لها أربع عجلات. دلوقتي هفتح لحضرتك المايك للجميع عشان تتكلموهم. ألو, أيوة, اللي عايز يتكلم. كده انا فتح لكم المايك. اللي عايز يتكلم شباب دوس على المايك اللي على ايدك الشمال واتكلم. دوس على المايك اللي على ايدك الشمال, شيل العلامة اللي هي عاملة على المايك كده واتكلم معانا. ايوه, خلي كل واحد يقول جملة. نحن نحل معاك. طيب, معنا. طب اتكلموا يلا. طب انا عايز احل معاكم. طب لو البرنامج طلع حاولوا تخشوا تاني. لو البرنامج طلع حاولوا تخشوا تاني عشان هو بيقول انه فاضل له 10 دقايق وهيفصل. تمام, هو كل حاضر يا مستر. الكل حاضر بس مش عارف ليه مقفلين الصوت. نورهان اسماعيل, لا الميكروفون. نورهان معايا؟ صوت نور بس اللي طالع, صح؟ وحبيبة معانا؟ تمام. هو الناس اللي كانت طالبة تشارك يعني مش بتشارك ليه؟ مين اللي كان بيقول انا عايز اشارك وحلقة امبارح كانت احلى فيها مشاركة؟ انت يا نور؟ ايوه طيب ما تشاركي يلا, عايزة تشاركي في ايه؟ يعني كل واحد يقول جملة اللي موجودين مع حضرتك ايوه, بالترتيب. واحنا امبارح علشان اتكلمنا وكانت المايكات كلها مفتوحة, تمام, فقلنا النهاردة نقفل المايك شوية لغاية ما نخلص الشرح وبعد كده نقول. اوكي تمام. طب يلا نبتدي بيكي. يلا قولي لنا في الافيرماتيف بقى. لو انا قلت I have a book معناها ايه؟ انا املك كتاب او انا عندي كتاب, مش كده؟ طب لو انا خليتها كده, I have a book, صح ولا غلط؟ صح يا مستر, عشان اي ممكن تيجي معايا هيز للمفرد. يا سلام, والله لا هي غلط. لا غلط خالص, هو الصح بتاع I have. مش هيز المفرد, المفرد المفرد الغائب. بص كده تاني للصفحة دي, شايف الصفحة دي؟ شايف الصفحة؟ قلنا ايه؟ اي تاخد ايه؟ اي هاف, انا املك, اي هاف. انت كنت متعلمة ان هي اي تاخد هاز؟ لا ده مجرد. يا نور, ايوه يا مستر.
هو انت كنت متعلمه انك انت الهاز دي تيجي مع الاي؟ لا طيب يبقى احنا نقول اي هاف. اوكي حاضر. طيب اوكي حاضر. ها وي تاخد هاف. طب قول لنا حبيبه كده، حبيبه. ايوه معاك. طيب اتفضل، انت بتوشوشينا يا حبيبه. طب ماشي يلا، عايزين نتكلم، نكمل بقى بقيه الصفحه. الوي دي تاخد ايه؟ الوي يعني ايه؟ كلمه واحد يقول لي وي هاف ا كار، وي هاف ا كار معناها ايه؟ نحن نمتلك سيارة. او عندنا عربيه. نتكلم بالعاميه كده، هنتكلم بالعاميه، احنا عندنا عربيه. ها احنا عندنا، احنا لدينا كده. You have a book. You have a book. معناها ايه؟ معناها ايه؟ أنت تمتلك كتاب. تمام. أو أنت بالعامية أنت معاك كتاب، أو تملك كتاب، أو عندك كتاب. ها؟ طيب. لما أجي أقول زي they have bags، bags يعني شنط. تمام. اقول لهم ايه بقى؟ هم عندهم ايه؟ شنط. شنط. طب هي ما اقدرش اقول بقى هنا، ما اقدرش اقول هنا دي اللي انا هنعلمها باللون الاصفر. البرنامج لو خلاص نطلع ونخش تاني على نفس الضابط يا شباب. ها عشان قاعد عمال يقول لي فاضل لك 5 دقايق. ما اقدرش اقول هي هاف، لا اقول ايه؟ he has a dog، he has a book، اي حاجه. هو عنده اي حاجه، هو يمتلك سياره، يمتلك عربيه، يمتلك فلوس. ها اقوم قايل له ايه؟ اقول له الراجل ده you have او he has او she has او it has. لا لغير العقل. اللي له سؤال بقى في الفيرب تو هاف في الصفحتين اللي احنا عرضناهم، اللي له اي سؤال، والناس اللي مش صوتها مش طالع في على ايدك الشمال تحت كده من البرنامج، او بص شايف المايك ده اللي انا هشاور عليه ده، شايفه؟ هتلاقي عليه شيلها زي الفيديو، كاميرا الفيديو عليها علامة، لو دوست عليها هتروح. الناس كلها كده سامعاني؟ تمام؟ هنا المايك. طيب في اي سؤال في الصفحتين دول؟ لا يا مستر. طيب نخش على النيجاتيف اللي قلنا عليه امبارح. النيجاتيف ده معناه ايه؟ نفي. النفي. امبارح كنا بننفي فيرب تو بي لو تفتكروا، I am not a teacher، كنت بأنفي بكلمة not. تمام؟ فاكرين؟ النهارده لا، أنا هنفي بدونت. I don't. I إيه؟ مش I doesn't، لا. I don't have a car. I don't have a car. أنا ما عنديش عربية. ها؟ أنا ما عنديش عربية. أو ممكن أقول أو ممكن أقول I don't have a car، I don't have a pen، I don't have a house، أنا ما عنديش أي حاجة، I don't have a money. تمام؟ ما عنديش فلوس. ممكن أقولها كده. طب we don't have money أهو رقم 2 اللي تحت دي. We don't have، we don't have. نحن لا نمتلك فلوس. ما عندناش يا بنتي، بلاش نتكلم باللغة العربية المعقدة، بلاش نتكلم بالسلاسة كده، بالبلدي. احنا ما عندناش فلوس، احنا ما عندناش فلوس. We don't have money.
We don't have money. We don't have house. احنا ما عندناش بيت. ها؟ We don't have a car. ما عندناش سيارة. كل ده ممكن. We don't have. عايز حد يقرا الجمل اللي بعد كده؟ يلا. He doesn't have a bed. She doesn't have a car, a cat. لا 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 لا, لا انا عايزك اللي انا اعلم الجملة اللي انا هعلمها تقريها اهي الجملة دي اهي. شايفاها؟ You don't. ايوه. You don't have a bicycle. برافو. يعني ايه بقى؟ انا يعني انت لا تمتلك دراجة او ماشي. انت ما عندك. عندكش دراج. طب يلا مين تاني يخش يقول We الجملة دي؟ don't house. يقول الجملة دي ايه؟ زي زي يعني هم don't have ايوه don't have passport. باسبورت. ما عندهمش جوازات سفر. شوف انا بنوع ازاي عشان تقول ايه. عندهم عربيه ما عندهمش عربيه، معاهم فلوس ما معاهمش فلوس، كلها فيربو تو هاف، كل ده يملك فيربو تو هاف. خلاص بص معلش يا مستر عيد من الاول انا لسه داخل. نعم